نرجع عليك مرحبا بعد ما نرحب مرحبا بأستاذة نبيلة جلال، وغنطلب منها أيضا كيفاش استقبلت حالة الطوارئ الصحية. طبعا تفضلي الصوت، حلي الميكرو. وقيلة حلي الميكرو. بطبيعة كتسمعوني؟ مفتوح عاد سمعناك. مفتوح الميكرو. مفتوح، تفضلي. داك تفضلي. إذا مساء الخير، وشكرا للأستاذ المانوزي، شكرا للضيوف الكرام أيضا. بطبيعة الحال استقبلناه كما استقبله جميع المغاربة وجميع العالم، يعني فيروس استثنائي خلق واحد الهالة من الخوف والهلع يعني في العالم، خصوصا في ظل وجود في ظل عدم يعني وجود أي دواء أو أي لقاح. بطبيعة الحال فيروس غير مرئي، كان من الضرورة بطبيعة الحال أننا نتعاملوا مع هذا الوضع، ونتعاملوا أيضا مع الوضع مع التدابير التي نهجتها الدولة في هذا الباب، التدابير الاحترازية يعني على رأسها الحجر الصحي. وبطبيعة الحال تعطلت كل القطاعات الحيوية في البلاد، ونحن من بينها. غادي نرجع لك من بعد ما نرحب أيضا بالأستاذ عزيز الغالي، دكتور عزيز الغالي. سي الغالي، كيف استقبلتم إجراءات الحجر الصحي؟ شكرا سي مصطفى. اظن على ان على عكس ما قيل اننا لم نكن ننتظره، بل بالعكس المغرب كنا ننتظره، على الاقل داخل الجمعيه او لا من خلال تتبع ديال بعض الاطارات اللي كنشتغل فيها، كنا ننتظر متى يصل وكيف سيصل، على اعتبار على ان فاش كانت في يوهان اول ما بدا الفيروس وبدات المعطيات كتعطى، كنا عارفين على ان الوضع يتطور بسرعه. كنا كنحاولوا نراقبوا موقع في فيتنام، موقع في كوريا الجنوبيه، وننتظر كيف ستتعامل دول خاصه اوروبا او شمال افريقيا مع الجائحه. لذلك كان تقريبا تتبع في نهار 10 جونفي فاش اعلنت منظمه الصحه العالميه على كاين ان بانديمي، ولا ان الفيروس سيتي بانديمي. ديك الساعه عرفنا باللي غادي يوصل. بقى غير السؤال اللي كنا كنطرحوه في احدى بيانات الجمعيه قبل، كنظن في شهر 2 الاسبوع الثاني من شهر 2، كان في البلاغ ديال المكتب المركزي للجمعيه المغربيه للعقم الانساني، كنا اشرنا لهذه النقطه وقلنا لها كانت منظمه الصحه العالميه اعلنت على ان كوفيد بانديمي او جائحه، اذا ماذا ستفعل الدوله المغربيه امام هذا؟ لكن مع الاسف ممكن في لي ديتاي من بعد نرجعوا لكاع النقاط ونتفصل حول التاخر ديال الدوله. كان عندكم نوع من التوقع والاستباق، في اطار الاستباق شنو هي الخطه للمواجهه اللي من جهتكم كجمعيه؟ بالنسبة لنا في الجمعية، زيادة على البيان اللي كنا صغنا، كان بدأ هناك كان في البلاغات ديال الجمعية دائما كنا كنذكروا، وكنا درنا بمناسبة الاقتراب اليوم العالمي للصحة، يعني في مرحلة معينة كنا بدينا كنديروا الخطة ديال كيف سنتعامل مع هذا الوضع. لذلك في مرحلة معينة عطينا الخطة العريضة ديال الخطة ديالنا اللي كانت فيها ثلاثة أو أربعة ديال النقاط. الخطة الأولى اللي كانت هي دعم المستشفيات، لاننا نعلم الواقع الصحي في المغرب كي داير. بدينا انذاك نفكر حول الجمعيه كيف لها ان تدعم المستشفيات، سواء بما يتعلق بالادويه او المعدات الطبيه. النقطه الثانيه اللي كانت، ونظرا للخصائص اللي كنعرفوه في قطاع ديال الصحه خاصه الموارد البشريه، بدينا كنفكروا حول كيفيه الامكانيه ديال ان الجمعيه ممكن ان تساهم من موقعها مع الاطر الطبيه سواء الممرضين او الاطباء في هذه الجائحة. زيادة على أن تقريبا في مرحلة معينة كنا تنقولوا على أن يجب على الإطارات الحقوقية ككل أن تتعبأ، لأنه ما هو قادم صعب جدا، خاصة أمام الإحصائيات اللي كانت تتعطى في يوهان. وكنا تنقولوا على أن على الأقل الإطارات الحقوقية عليها أن تتعبأ وأن تراقب بشكل كبير جدا الوضعية في المغرب. ولكن سي عزيز إذا سمحتي، على مستوى التعبئه الداخليه، الفروع، المناضلين، شنو هي الخطه اللي درتوا للمشاركه في هذا؟ كنظن بالنسبه للجمعيه كما قلت، على بالنسبه لنا احنا هذه هي الخطوط العريضه اللي كانت. فيما يتعلق بالفروع، تقريبا الفروع كامله كان معها تواصل بان عليها ان تستعيد. مع الاسف كنا ننتظر ان يكون هناك هامش
العمل ديال الفروع في الميدان، لكن مع الإغلاق اللي دارته الدولة صار صعب على الفروع أنها تشتغل، ولكن حاولنا أننا نطوروا الآليات الداخلية ديالنا. مثلا اجتماعات المكتب المركزي تتم بشكل عادي جدا، ما تم توقف حتى اجتماع مكتب مركزي، بل بالعكس انا في الوقيته ديال الجائحه كانت عندنا لجنه اداريه. حنا كنعرفوا ان اللجنه الاداريه ديال الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان فيها 110، ما بين 110 112 ديال الاشخاص كاعضاء اللجنه الاداريه ورؤساء الفروع الجهويه، فتمكننا باش نديروا الاجتماع ديال اللجنه الاداريه عن بعد بالرغم من الاشكالات اللي كانت، ولكن استعمال التكنولوجيا الحديثه خلاتنا اننا نديروا اجتماع اللجنه الاداريه بشكل عادي جدا، وكانت هناك مجموعه ديال القرارات اللي خدتها اللجنه الاداريه. اذا الادوات الداخليه والميكانيزم انترنت الجمعيه لم تتاثر، بل هناك تواصل يومي مع الفروع الجهويه والفروع. الا ادل على ذلك ان حتى الان اليوم اللي كنهضر معك فيما يتعلق بالخروقات وصلنا لاكثر من 1000 خرق اللي ارتكبته الدوله المغربيه في حق المواطنين والمواطنات. نرجعوا للخروقات لا سمحتي سي عزيز، ولكن مزيان دوينا شويه. لا ارين واخا تفضل 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 اعطي الرقم. هذا فاش كنهضر على رقم ديال اكثر من 1000 ديال الخروقات، هذا كيعني على ان الفروع الجمعيه تشتغل، ان هناك مواكبه يوميه لما يقع في كل المناطق ديال المغرب فيما يتعلق بالانتهاكات. انا كنت قصدت واش الجمعيه دارت هي حاله طوارئ داخليه لهذا بقدر الحجم ديال هذا الوباء، هذا هو اللي قصدت انا بالتعبئه الداخليه. لا فيما يتعلق بالجمعيه فاظن على ان قبل من الجائحه ديال كورونا، لان الجمعيه راك عارف تعبئه تقريبا مستمره، ما حد كاين الانتهاكات خاصه بعد التراجعات الحقوقيه اللي كانت في المغرب، كان مطلوب منا على اننا نكونوا معبئين اكثر. فجت الجائحه تطلب اننا نزيدوا شويه في لا دوز دو ترافاي ديال اعضاء ديال المكتب المركزي ولا اللجنه الاداريه ولا الفروع. بعض المبادرات اللي كذلك خلات صدى كبير جدا هي الاتصال بمجموعه ديال المعتقلين السياسيين سابقا في المغرب. الجمعيه كانت خدات واحد المبادره انه تم الاتصال على الاقل الارقام اللي كانوا عندنا ديال المعتقلين السياسيين سابقا، اتصلنا حتى الان وباقى العمليه مستمره باكثر من 400 معتقل سياسي سابق من اجل الاطمئنان عليهم، من اجل النظر في الجمعيه ما يمكن ان تقدم لهم من خدمات، على اعتبار اننا تقديرنا قلنا ان المعتقلين السياسيين غادي يعيشوا الكونفينمون بشكل مختلف على المواطنين العاديين. غادي نرجع لك سي عزيز باش لانه انت عضو في الائتلاف المغربي، يمكن كاع من المؤسسين ديالو ديال الحق من اجل الحق في الصحه، باش تعطينا التنسيق اللي درتو في هذا في هذا في هذا الاطار. وباعتبارك دكتور صيدلي غنرجع لك لهذه النقطه بعد ما غادي نسول الأستاذة نبيلة جلال، هي كمحامية شابة طبعا الاستقبال ديال هذه الفئة ديال الشباب من المحامين لها واحد الطعم خاص ووقع اجتماعي خاص، واش يمكن تدوي لنا على هذه الإمكانية هذه ديال التواصل طبعا مع احنا ما غاديوش في الأعراف والتقاليد، غادي نديو في الدينامية ديال نوع من الهشاشة اللي كيعرفوا هذه الفئات طبعا بالتنسيق مع مجلس الهيئة. الجانب الثاني شنو احنا سمعنا على الصعيد الوطني انه كاينه امكانية ديال الدعم ديال هذه الفئة معينة من طرف هيئة المحامين، مجالس هيئة المحامين. تفضل يا استاذة. اذا بطبيعة الحال المحامون الشباب كاين هناك مجموعه من الامور اللي ما غاديش نهضر فيها لان الاختصاص يعود فيها المؤسسات بطبيعة الحال في علاقتها بكل ما او في علاقتها بما يهم الشؤون الداخليه، لكن غادي نهضر على هذه الفئه ديال المحامون باعتبارها جزء من المجتمع وجزء ايضا بالقطاع ديال المحاماه، هو جزء من القطاعات الحيويه التي توقفت يعني جزئيا احتراما لهذه الاجراءات الاحترازيه اللي اتخذتها الدوله. صحيح يعني ان المحاماه ككل بطبيعه الحال كقطاع اللي المجلس الاعلى للسلطه القضائيه في الوقت اللي كان خدا مجموعه ديال التدابير ومن بينها مثلا الاقتصار على في القضاء او لا في المجال ديال القضاء على الاستعجالي والامور اللي هي متعلقه ولا القضايا المتعلقه بالجانب الزجري، اذا هذا طبعا الحال انعكس سلبا على مجموعه من المحامون يعني الذين وجدوا انفسهم بين ليله وضحاها يعني ملتزمين بهذه الاجراءات طبعا الحال،
وفي نفس الوقت ملتزمين حتى بالإجراءات اللي دارتها المؤسسة وهي أكفال المكاتب ديالهم، والالتزام بالحجر الصحي، وأن هناك فعلا مجموعة من التدابير التي نتمينها واخذتها المؤسسات يعني على صعيد المغرب كامل تجاه المحامون. المحامي الشاب هو محامي يعني أقبل على المهنة، وخصوصا يعني الدفعة الأخيرة مثلا ديال 2015 فيها واحد العدد كبير اللي هو يلا افتح المكاتب ديالو يلا بدا، وبالتالي غادي يكون الوقع شوية أكبر وأعمق مقارنة مع الأمور يعني مع القطاعات أخرى. لكن مش الصوت أستاذ جلال كتسمعوني دابا مزيان؟ دابا مزيان دابا كتسمعوني؟ لا مزيان إذن ما عرفتش أنا منين مش الصوت، ولكن زعما احنا كمحامون وكمحاميات شباب يعني اقبالنا على المهنه، وعندنا كامل الثقه في المؤسسات، عندنا كامل الثقه في المؤسسات على انها فعلا ستحتوي هذا الامر. وبطبيعه الحال احنا كجزء من المواطنين ملزمين، وابان القطاع ايضا حتى على الاحترام ديالو لهذه التدابير الاحترازيه، وفي انتظار اولا مجموعه من الاجراءات اللي هي الان يعني قيد التشاور وهذا، وفي نفس الوقت ننتظر ان يتم رفع هذه الاجراءات ديال الطوارئ الصحيه بطبيعه الحال من بعد ما يتبين باننا قربنا نوصلوا البر الامان على الاقل اللي يتم المحاصره ديال هذا الفيروس، وتبدا تبان نتائج ايجابيه بشكل كبير اللي ممكن نستنتجوا من خلالها ان الفيروس غادي يعني في طريق انه الى الاندثار. وبطبيعه الحال احنا مع كل او الى جانب جميع القطاعات كنا نقوم بمجموعه من المبادرات، سواء من خلال عملنا يعني على اعتبار ان العديد من المحامون هم اعضاء وعضوات في مجموعه من جمعيات المجتمع المدني، وبطبيعه الحال جانب الهيئه اللي قامت بمجموعه من المبادرات الانسانيه خلال هذه الجائحه، احنا كذلك محامون شباب من خلال الجمعيات التي ننتمي اليها حاولنا اننا نكون جزء من هذه المبادرات التضامنيه، وايضا المبادرات التوعويه التحسيسيه من اجل تحسيس المواطنين وتوعيتهم بخطوره الفيروس، بالاضافه الى دورنا الاساسي في التنبيه الى التجاوزات اللي ممكن يعرفها يعني الشطط او ما يعرف الشطط استعمال السلطه من طرف يعني مجموعه من الساهرين او من القيمين على تنفيذ هاد القرارات وهاد القوانين، في انتظار بطبيعه الحال الجلاء ديال هاد الفيروس. غادي نرجع لك باش تفصلي شويه في هاد النقطه اللي قلتي. سي زهري، غادي نعاود، انت واحد الرفيق ديالنا من أكثر من عقدين، وكنتم دائما في العصبة تلحون على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اللي عرفت واحد نوع من إذا بغيت تقول نوع من التمييز من حيث الأولوية. دائما الجيل الأول هو اللي كان حاضر بزاف طيلة السبعينيات وطيلة أيضا الثمانينيات. الآن هذه الجائحة ردت الموضوع ديال المساله الاجتماعيه او الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه الى في علاقتها مع البعد الاجتماعي في السياسات العموميه، وايضا حتى في الهويه الحزبيه. كتذكروا بانه خلال مواكبتنا من خلال الائتلاف المغربي للهيئات الحقوقيه، كنا واكبنا المسار ديال حركه 20 فبراير، ولاحظتي بانه اغلب المطالب دائما في درجه ثانيه تضع هذا المطلب ديال رد الاعتبار للحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه. اش كتقولوا في هذه المساله سي زهري؟ اشكر الاستاذ المنوزي على الدعوه الكريمه، وكذلك اشكر معه الاخوان في تي في اكسبريس، وسعيد جدا بان تواجد الى جانب الأستاذ عزيز غالي والأستاذة نجيبة في هذه الدردشة أو نبيلة البث المباشر للحديث حول هذه القضايا. التوضيح الثاني هو يتعلق بربما
واحد منا لم يفهم السؤال جيدا الذي طرحته في الأول، كيف استقبلتم؟ بمعنى أننا أجبت على أنه استقبال البشرية لهذا الفيروس في العالم بدون أن يكون في ذهننا أن الأمر وقع في ووهان أو في منطقة أخرى، ولهذا أجبت بهذه العفوية على أنه استقبال البشرية بشكل عام. أما جواب الصديق غالي حول هذا الموضوع طبيعي جدا، فيمكنه أي مواطن أي متتبع عندما بدأ الفيروس في ووهان أكيد أنه كان يتوقع وصوله إلى المغرب أو إلى أي بلدة أخرى، حتى نضبط فيما بعدنا الجواب حول هذا حول السؤال المطروح. فيما يتعلق بسؤالكم الأستاذ المانوزي، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية تحديدا هي تدخل ضمن الجيل الثاني من الحقوق، أنتم تعرفون هذا جيدا طبعا، وهي متضمنة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واللي صدر في 16 دجنبير 1966 واللي دخل حيز النفاذ سنة 1976 واللي صدقت عليه الدولة المغربية سنة 1979 ونشرته في الجريدة الرسمية سنة 1980. بمعنى أنه الرسالة الرسمية بغض النظر عن من كان عن ما كانت ترتكبه الدولة من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في تلك الفترة، أرادت أن توجه رسالة على أنها من الدول العربية القليلة التي صادقت على العهدين الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مبكرا 79 والنشر 1980. أكيد جدا على أن أي منظمة حقوقية تشتغل على القضايا الحقوقية بشكل عام لا بد وأن تستحضر في أجندتها الحقوقية الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وأنا متأكد كل الجمعيات التي اشتغلت على القضايا الحقوقية العامة كانت تتناول قضايا الحق في الصحة والحق في التعليم والحق في السكن والحق في التشغيل وحقوق أخرى. الوثائق الدستورية في مسارها دستور 62 و70 و72 أستاذ زهري، أنا كنقصد إذا سمحتي أستاذ زهري كنقصد غير على الأولوية. مرحبا أنا جاي كندوي على أنا جاي على أولويات العناية والاهتمام بالأولوية. انا كان اصل هذه العمليه باش ندخل الجواب على السؤال ديالكم استاذ مانوزي. مرحبا. اذا قلت هذه الوثائق الدستوريه لم تتناول الا حق من الحقوق الاربعه المركزيه اللي تكلمت عليها، اللي هي كان في الدستور ديال 96 التربيه والشغل حق لجميع المواطنين على السواء، حق مضمون. ورد في الوثائق الدستوريه بصيغه الاجباري والتصريحي بالحق. في دستور 2011 جينا وحاولنا ما أمكن أن تمهد الدولة للتخلي التدريجي عن هذه الحقوق. كيف؟ في الفصل 31 ملي كنجيو كنلقاو تعمل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسة العمومية على تيسير الولوج إلى، وذكر المشرع الدستوري مجموعة من الحقوق بما فيها الحق في الصحة طبعا الذي يهمنا في هذه الجلسة، والحق في التعليم والحق في التشغيل وفي السكن إلى آخره. إذن هذا التخلي التدريجي للدولة في الأفق ديال أنه غدا يولي تولي هاد الحقوق الاجتماعية موضوعة تجاه الفاعل الخاص، هو ما كان يزعجنا نحن في الجمعيات الحقوقية وما كنا طبعا ننبه إليه. هو جواب على يعني على الصلب ديال السؤال ديالكم الأستاذ المانوزي، وأنا متأكد بأنه بالفعل الإشارة القوية اللي طلقها المنتدى المغربي الحقيقة والإنصاف في الفترة ديالكم كنتم تتولون الرئاسة عند دعوتكم يوم 2 فبراير 2011 إلى اجتماع الجسم الحقوقي مكونات الجمعيات الحقوقية من أجل أن نستحضر هذا البعد، يعني بعد المطالب بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية ضمن مطالب العامة لحركة 20 فبراير. طبيعي أنه شعارات حركة 20 فبراير ديال دستور ديمقراطي شعبي ديال فصل حقيقي ما بين المؤسسات ديال أن القضاء يجب أن يحمي الحقوق والحريات ولا أن يعتدي عليها ديال إسقاط الحكومات ديال حل البرلمانات إلى آخره، ضمن هذا وبشكل موازي كان لابد من أن يتمتع المواطن المغربي كذلك ضمن مطالبنا، وهذا ما نبهتم إليه وما ناقشناه يوم 2 فبراير 2011
بنادي هيئه المحامين بالرباط ديال انه لا بد من ان يتمتع المواطن بالحق في السكن، ولا بد من ان يتمتع المواطن كذلك بحقه في التعليم، ولا بد من ان يتمتع المواطن بحقه في الصحه، ولا بد من ان يتمتع المواطن كذلك بحقه في التشغيل. اذا هذه المنظومه الحقوقيه الاقتصاديه والاجتماعيه تدخل ضمن صلب عمل الجمعيات الحقوقيه، واكيد بانه لا يمكن ان نتحدث عن دوله ديمقراطيه في غياب سكن او تمتع المواطن بحقه في السكن، ولا يمكن ان نتحدث عن نظام سياسي ديمقراطي في غياب تمتع المواطن بحقه في التشغيل او تمتع المواطن بحقه في التعليم او تمتع المواطن بحقه في الصحه كما يحدث اليوم. صحيح ان المفاجاه الكبرى هنا التي وقعت هو او وكانت متاكده بالنسبه لنا احنا كافعين، ولكن بالنسبه للفاعل الحكومي هو انه الى اي حد ان البنيات الصحيه واللوجستيكية المتعلقة بهذا الجانب كانت مهيئة ومتوفرة من أجل على الأقل مواجهة هذا العدو اللي هو العدو ديال كوفيد 19. كيف تمت المواجهة دياله في العالم، خاصة وأننا كنا نرى نتابع نشاهد ما تواجه الدول المتقدمة التي تتوفر على بنيات تحتية في الجانب الصحي متقدمة جدا، وتتوفر على سيولة مالية مهمة جدا، وعلى أغلفة مالية مرصدة لهذا الجانب مهمة جدا، لكننا بالفعل على المستوى الوطني حدثت أمور ربما سنتحدث عنها إن شاء الله في فيما سيأتي من أسئلتكم أستاذ منون. شكرا. أنا غير مزيان نبهتي على أنه الفصل 13 من الدستور ديال 96 من 92 من 92 حتى 96 الدستور بقى دائما كنص في الفصل 13 على ان التربيه والشغل حقان مضمونان. السؤال ديال الضمان، الضمان بمعنى مضمونان، بمعنى التزام بتحقيق نتيجه ماشي التزام ببذل عنايه او بذل وسيله. هذا هو اللي باش غير باش نوضحوا. انا بغيت ندوز على واحد النقطه ونركز عليها بزاف، هي هذا الجانب ديال البعد الاجتماعي في الدستور. هاد من 13 ل 31 وانتقال من التزام بتحقيق نتيجة الى التزام ببذل وسيلة او عناية، هاد المرور هو اللي بغيت تركز معايا فيه. علاش؟ ما كانش عندنا واحد اليقظة خاصة، لانه كيف ما كان الحال وان كان الشعار ديال الحركة الفبرايرية وديال المناضلين انذاك هو حرية كرامة عدالة اجتماعية، أي هذيك عدالة اجتماعية كتضمن، ولكن هذا حد الفضاء العمومي. وكي على مستوى الوثيقة الدستورية طبعا ما غندويش على اللي ما شاركوش، ولكن كندوي على الناس اللي شاركوا كيفاش، واش مشاو مع الفصل 13 اللي فيه غير التربية والشغل ونساو الحقوق الأخرى بما فيها البيئة والصحة والأمور الثقافية الأخرى. إذن هاد النقطة هذه انا كنبغي نربطها. الان كاين نوع من الرجوع، وهنا بغيت نوجه السؤال للاستاذ الغالي عزيز، بغيت نسولو على هذا الرجوع الان خلال هاد شهرين او شهر ونص، رجوع الدوله لتلميع البريق ديالها في علاقتها مع هاد المقاربه الاجتماعيه، كيفاش كيتصور هو خاصه في مجال ديال الصحه، لانه كيف ما كان الحال لولا التدخل ديال الدوله بهذه القوانين والاجراءات وباغلاق الحدود الى اخره كان يمكن تنهار المنظومه الصحيه. انا كنقول كيفاش كتشوف الجمعيه وبالتنسيق طبعا مع الائتلاف المغربي من اجل الحق في الصحه وطبعا الطيف الحقوقي كله، كيفاش كان بروجيتي وكيفاش كان نستشرف هذه الامكانيه ديال انه رد الاعتبار او جبر الضرر صحي في هذا المجال، لانه البنيات لحد الساعه الاولى صراحه خاصها تقال لولا التعبئه، قرار الملكي بالتعبئه ديال القوات المسلحه وجميع المتدخلين في المجال ديال الصحه كان يمكن تكون كوارث. تفضل سي عزيز. لا غادي نرجع للنقطه ديال الدستور، لان بعض المرات يجب احقاق ويجب ان نعترف بمن كان له الحق. داخل الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان كان موقفنا واضح من الدستور ديال 2011، كنا نقول على انه لا يستجيب لتطلعات الشعب المغربي،
انه غير ديمقراطي. جات الان جائحه ديال كورونا على الاقل في مجال الصحه باش بينات بشكل واضح، وكنا دائما نقول على ان الدستور المغربي هو اكثر تخلفا على الاقل الان في المنطقه مقارنه مع الدستور ديال تونس ولا ديال مصر ولا ديال الاردن ولا لبنان في مجال الصحه. وكنا نقول على ان الحق في الصحه غير مضمون في الدستور المغربي. إذن هذا كيبان على أن الموقف ديال الجمعية كان صائبا بالرغم من كل ما قيل آنذاك، وأننا أن الجمعية متطرفة وأنها كتسعى لشي حاجة اللي ما كايناش، وأظن على أن عباد الله عليها أن تعتذر، خاصة هذوك اللي كانوا تيقولوا على أن الدستور المغربي من أفضل ما أنتج، فبان على أنه من أكفسي ما أنتج على الأقل في هذا الباب، لأن هناك تراجع على الفصل 13 اللي تحول 31 اللي هو اللي كتعبر عليه الحكومة من بعد من خلال التصريح ديال رئيس الحكومة السابق فاش كانت يقول على أن الدور ديال الحكومة فقط المراقبة والتقنين. سي عزيز، هذا كان تحذير صريح لا مضمون ديال الدولة. إلا سمحتي سي عزيز، واش هذا راجع التزامات ديال الدولة تجاه الإملاءات ديال المؤسسات الدولية؟ لأنه طبعاً كيف ما كان الحال منذ توافق واشنطن لاحظتوا بأنه جميع المتعاقدين مع هذه المؤسسات المالية الدولية اعتبرت بأنه خاص كل ما يتعلق بالإنفاق الاجتماعي خاص الميزانيات أنها يجب أن يقل تخفض أو تلغى. انتقل. تفضل وضح. طبعا لأن سنة أظن 2009 كان البنك الدولي دار واحد التقرير دياله سماه من أجل أنظمة صحية دائمة ومستدامة في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وكانت الخلاصه ديالو واضحه هي ان الدوله عليها ان ترفع يدها من القطاعات الاجتماعيه خاصه قطاع الصحه وتحاول يعني تكونبونسي من خلال الشراكات مع القطاع الخاص. هذا هو لوبجيكتيف الكبير اللي كان يعني الخصصه ديال القطاع ديال الصحه، وهذا بان من خلال الاجراءات اللي دارت من بعد 2009 الى اليوم. في مجال قطاع الصحه باش ما نبقاوش باش حتى اللي كيتبع معنا يقدر يعرف شنو نهضروا بشويه ديال الارقام باش نفهموا. لأن تنقولوا الدولة والتخلي ديالها كتبقى شعارات. فالقطاع العام فقد من سنة 2000 إلى سنة 2019 7000 سرير من داخل المستشفيات العمومية. هاد 7000 سرير اللي تم فقدها في المستشفيات العمومية تم استبدالها بأسرة ديال القطاع الخاص. القطاع الخاص كان عنده سنة 2000 حوالي 3500 سرير، دابا وصل 9600. يعني بشكل واضح هناك إفراغ القطاع العام من الأسرة يعني من الخدمات واستبداله بالقطاع الخاص، أنه هو اللي كيتحمل هذه المسؤولية، مع العلم على أن القطاع الخاص ومن بعد رجعوا للدور ديالو خاصة في الجائحة ديال كورونا أنه غير قادر على أنه يوفر العلاجات للمواطنين والمواطنات. إذن هذه الإملاءات الخارجية هي اللي خلات الدولة كدير هذه الإجراءات. أن الميزانية ديال وزارة الصحة مقارنة قبل ما نبداو في هذا البروسيسوس ديال البنك الدولي وهذا، إلا خدينا سنة للمغرب صادق فيه على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يعني في 79 الميزانية ديال وزارة الصحة كانت تقريبا 7.3%. سنة 84 مع الابليكاسيون ديال مسلسل التقويم الهيكلي هبطنا ل 2.8. اليوم كنهضروا على 5.8. 5.8 هي الأضعف في المنطقة إلى استثنينا موريتانيا. علاش؟ لأن الميزانية ديال الجزائر عندهم تقريبا 9.7% ديال الصحة، تونس عندهم 8.8%، الأردن عندهم 12، لبنان 11، لبنان عندهم 12% من الميزانية كيمشي للصحة، مصر تقريبا حنا وياها في نفس الوضع يعني 6%. إذن بشكل واضح من خلال الأرقام تيبان على أن الدولة هزة يديها على قطاع الصحة. الخصاص في الريسورس هيومان اليوم اللي كنهضروا عندنا خصاص ديال على الاقل ديال 13000 طبيب و25000 ممرض، مع العلم ان عندنا 9000 ممرض في حالة عطالة. الاسبوع اللي فات باش ما نبعدوش، الاسبوع اللي فات وزارة الصحة فتحات مباراة لتوظيف اطباء العامين، كانت فاتحه 297 بوست، اللي تقدموا للامتحان 150. اذا الناس مابقاش باغا تخدم مع وزارة الصحة، وهذا ناتج يمكن من بعد رجعوا في لي ديتاي ديال هادشي علاش والاشكالات اللي كاينه، هذا ناتج على ان الدوله هزات يديها على قطاع الصحه وخلات القطاع الخاص هو اللي كيتولى هذه المسؤوليه في اعتقادها على ان القطاع الخاص قادر يتحمل التبعات ديال المرض والتبعات ديال ما هو اجتماعي في هذا البلاد. اذا هذه الوضعيه ككل
هي نتيجه ديال اختيارات سياسيه ديال الدوله المغربيه. يعني فاش نهضروا على ان الدستور، ان هذاك اللي كتب الدستور، هذيك الصيغه اللي تكتبات بشكل واضح جدا كترجم السياسه، تيقول لك ان الدوله والمؤسسات الجماعيه تعمل على تيسير ولوج المواطنين الى، وما يعطيو كاع الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه، الصحه، التعليم، الشغل، المام، حتى الحمايه الاجتماعيه، حتى هي جات في هذا السياق، لان الدوله دورها فقط توفير الامكانيات المتاحه من اجل تيسير الوصول. ان الدوله تحولت من ضامن الى ميسر، ولكن ميسر مع سقف ديال الامكانيات المتاحه. سي الغالي، اذا ثانيا فاش جات هذه الجائحه ديال كورونا، انا ما عرفتش، بزاف ديال الناس كيهضروا على الجائحه ديال كورونا وكان كانت عندنا منظومه صحيه جيده، وجات الجائحه ديال كورونا وبينات الهشاشه ديالها. الوضعيه الصحيه دائما كانت كارثيه في المغرب، واظن على الاقل اذا رجعنا لواحد 6 سنين ولا 7 سنين ديال التقارير الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان، فيها بالتفصيل نقف عند كل نقطه، لا فيما يتعلق بالموارد البشريه، الموارد الماليه، البنيه التحتيه. هناك بعض الامراض اللي باقه في المنطقه ديالنا، مثلا الا خدينا داء السل، فعندنا 40 ألف حاله كل سنه كتبان، ما عندها حتى علاقه مع كورونا. الا خدينا الكلفه مثلا ديال الكونسير، ديال مثلا الا خدينا الكونسير ديال ليتيروس اللي كيتقام بحوالي 50 ألف درهم كل حاله، فما كنمشي المواطنين ما عندهمش هذه الامكانيه باش يوفروا هذا الشيء. نسبه الوفيات ديال الامهات اثناء الوضع بقى هي الاكثر ارتفاعا، احنا عندنا في المغرب تقريبا 112 على كل 100 ألف ولاده، الجزائر عندهم تقريبا 80، تونس عندهم 26، قطر والامارات عندهم 1 على 100 ألف. مؤشرات الصحه في المنطقه كانت دائما على الاقل في المغرب كانت دائما ضعيفه. الصحه النفسيه نفس الشكل، الان الصحه النفسيه ككل، اطباء النفسانيين في المغرب بالقطاع العام والقطاع الخاص عندنا 390. عدد الاسره بالنسبه للصحه النفسيه في المغرب ما كتجاوش 2000 سرير في احسن الحالات بالقطاع العام والقطاع الخاص والقطاع العسكري. اذا باش نهضروا على الجائحه ديال كورونا، وكنهضروا على ان درنا مجموعه ديال المستشفيات والمستشفى ديال كازا في 700 سرير، واخا عندنا 700 سرير قدرنا نشريهم، ولكن الريسورس منين غنجيبهم؟ الى عندنا في المغرب ككل بالقطاع العام والقطاع الخاص والقطاع العسكري عندنا تقريبا واحد 400 ميسان انستيزيست ريانيماتور، وهذا هو المشكل في قطاع الصحه. قطاع الصحه ماشي قطاع اللي فقط نمشي فقط للبنيه التحتيه وغدا غادي نشري ان لي، ولا بعد غدا غنشري ان ريسبيراتور. المشكل هما الريسورس ايمان اللي كيتبناو في 12 سنه. راه فاش كنهضروا على طبيب مختص في الانعاش والتخدير، راه مسار ديال 12 سنه، ماشي غدا ولا بعد غدا غادي نمشي نشريه ولا غادي نجيبه من شي بلاصه اخرى. راه فاش كنهضروا على الاشكاليه ديال الصحه، اشكال بنيوي وخيارات ديال الدوله، راه هذو هما المشاكل الحقيقيه اللي كاينه في القطاع. سي الغالي، في نفس السياق كاين بعض البدائل اللي كتطرح، مثلا خاص تأميم المصحات الخاصه، شنو كتقولوا في هذه القضيه؟ فيما يتعلق بالقطاع المصحات الخاصه، وكنا سمعنا بزاف ديال الهضره ديال القطاع الخاص، ناخذ مثال الدار البيضاء، انت راك في الدار البيضاء سي المانوزي وغادي تعرف هذا. في الدار البيضاء عندنا 138 كلينيك مصحه خاصه، اللي ساهموا فهادشي ديال كورونا فيروس يلاه جوج ديال لي كلينيك هما اللي تطوروا، في حين 136 رفضوا بشكل بت انهم يتعاملوا لا مع المرضى لا استقبالهم الا الى الدوله خلصت لهم وطلبوا دي بري مرتفعين. اذا فين هو هذا القطاع الخاص اللي كنهضروا عليه؟ انا تنقول لك مدينه الدار البيضاء من وسط 138 كلينيك يلاه دو كلينيك اللي كان يعبروا على الاستعداد ديالهم لاستقبال المرضى. اذا هاد 136 فين هما؟ ثانيا مستشفى الشيخ خليفه في الدار البيضاء كاين، وبينوا لنا في الكاميرا وكاين مستشفى، وهذا شحال ديال المرضى استقبل؟ نعطيكم واحد الرقم، تداوي من كورونا فيروس مستشفى الشيخ زايد في المغرب لا فاكتور كتوصل لخمسة المليون. امريكا لامريكا الليبراليه بوضعها كامل، تداوي ككل من كورونا ما كيفوتش 3400 دولار. في تونس اللي حدانا القطاع الخاص في تونس من اجل التداوي من كورونا ما تجاوزاتش 9300 درهم بالضبط. اذا علاش حنا الشيخ زايد باش التداوي ديال 14 يوم دوسبيتاليزاسيون لحقات 50000 درهم؟ سي الغالي الا سمحتي، الور رينا غنرجع لك من بعد لانه ما جاوبتينيش على المطلوب ديال
التأميم ديال هذه المساحات الخاصة، كاينة هشاشة كيفاش هاد الدولة غادي تأمم وهي ما عندهاش إمكانيات. إذا غادي نرجع ليك بعد ما نسول الأخ الزهري باش نديروا شوية توازن. خرج. إذا نبيلة جلال حاضرة معنا ياك؟ إذا ما كتبانش في الصورة سي زهري، واخا واخا المهم نبي انا لا نرجع لنبيلة بما سووا المشكل التقني. الاخت نبيلة كيفاش استقبلتوا كمحامية بصفة عامة الاجراءات ديال التقاضي عن بعد، وكيفاش كتنظري لعلاقة هذا الشيء مع حق الدفاع، حضور المحامي وإحضار المتهم؟ تفضلي. إذا شكرا أستاذ المانوزي. بطبيعة الحال كيف ما كتعرفوا بأنه المغرب يعني ملي جات الجائحة ديال كورونا كان فرض عليه أنه يسن واحد القانون ديال الإجراءات الصحية. هذا القانون بطبيعة الحال ديال حالة الطوارئ الصحية، المشرع المغربي ما كانش عنده هذا القانون، وبالتالي كان خصو يتسن في واحد السرعه اللي هي قياسيه باش نقدروا على الاقل يتم التدخل ديال السلطات بالشكل اللي ما يتمش فيه بواحد العشوائيه اللي يكون فيها واحد المساس مباشر بالحقوق ديال المواطنين. وبالتالي تم سن المرسوم بمثابه قانون 292/20 اللي هو متعلق باحكام ديال حاله الطوارئ الصحيه، ثم المرسوم ديال 293/20 اللي هو متعلق بحاله او باعلان حاله الطوارئ الصحيه. اذا كما كتعرفوا ما غاديش ندخلوا في النقاش ديال السن ديال هاد جوج المرسومين بقدر ما غادي نشوف معاهم ما غادي نشوفوا تنزيل ديالهم على ارض الواقع والاشياء والاشكالات اللي طرحها، اللي من بينها هاد المساله هذه ديال المحاكمه عن بعد ومدى مساسها بضمانات المحاكمة العادلة والحق المقدس اللي هو حق الدفاع. إذا بطبيعة الحال كما كتعرفوا بأن هاد جوج المراسيم عطاو واحد الصلاحيات كبيرة للسلطات العمومية في التنزيل والتنفيذ ديال الفصول ديال هاد المراسيم. إذا هاد الأمور بطبيعة الحال اللي كان من المفروض فيها أو لا اللي المفروض فيها أنه يتم المراعاة الغاية من أي تشريع، وخا حنا كاين سؤال كبير واش أننا نقولوا هادوك المرسومين هما واش تشريع أو لا ماشي تشريع، ولكن على الأقل هما واحد المراسيم بمثابة قانون اللي مفروض على المواطنين والمواطنات أنهم يلتزموا بها، لأنهم إلا ما التزموش بهذيك التدابير اللي نص عليها سيتم متابعتهم بواحد الاجراءات زجريه اللي فيها عقوبات حبسيه وفيها غرامه. اذا بطبيعه الحال الا كنا كلنا كنعرفوا بان الغايه من التشريع بالدرجه الاولى هي تحقيق توازن يعني على المستوى الاقتصادي والسياسي والاجتماعي من خلال يعني سن هاد القوانين، وبالتالي هنا غنجيو ونشوفوا هاد القوانين اللي تم سنوها بهذه السرعه واش قدرات بعدا على الاقل على انها تحقق التوازن الاقتصادي والاجتماعي ديال المواطنين. الى رجعنا السن ديالها للسرعه، والى رجعنا بطبيعه الحال لهاد الامور كلها اللي قلتوا واللي تحدثوا عليها الاساتذه اللي قبل مني، اللي هي مرتبطه بالاوضاع الاقتصاديه ديال المواطنين اللي واحد العدد كبير منهم كيشتغل في القطاعات الغير مهيكله، وما بين ليله وضحاها كيلقى راسو بدون مدخول لان الدخل الاساسي ديالو كان مرتبط بواحد العمل يومي في قطاع غير مهيكل. وبالتالي ملي جا هذا القانون ديال الاجراءات الصحيه ولات المغادره ديالو، تم تقييد الحريه ديالو، تم تقييد حقه في العمل، وبالتالي تم الـ يعني المساس بواحد المورد ديال العيش. اذا هذه المساله بطبيعه الحال اللي هي مرتبطة بالحريات ديال المواطنين واللي تم تقييدها بناء على هذا القانون ديال الطوارئ الصحية، واللي هي في نفس الوقت اللي خلات التعاطي ديال النيابة العامة مع هذه الحالات ديال خرق الطوارئ الصحية يتسم شيئا ما بواحد عدم الواقعية بالدرجة. يقدر يكون قانوني ولكن هو ماشي واقعي، لأن مثلا ملي كنجيو كنلقاو بأن الدوريات ديال النيابة العامة فيها أكثر من 8000 متابع
بحاله ديال خرق الطوارئ الصحيه، هنا كيطرح علامه استفهام حول هذا المرسوم النيت اللي جا فيه ضروره ان الحكومه خاصها تاخذ بعين الاعتبار مجموعه من هاد ما هو اقتصادي وما هو اجتماعي. كنجيو هنا لما هو اقتصادي وما هو اجتماعي اللي ربما لخصاته الحكومه في الصندوق ديال 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 التدبير ديال جائحه كورونا. هذا الصندوق ديال التدبير الجائحه تم مبدئيا يعني بدات تضخوا فيه مجموعه من التبرعات، ولكن ما تمش الصرف ديالو وتمكين الناس منه الا بعد او اثناء الفتره الثانيه من التمديد، يعني واحد المتابعه ديال واحد العدد كبير من الناس اللي هو تفرض عليهم انهم تم المتابعه ديالهم وايضا العقوبات حبسيه الى غير ذلك، في ظل واحد التعطيل جزئي ديال واحد القطاع مهم اللي هو المحاماة وبالتالي المساس بحق مقدس اللي هو حق الدفاع. وهنا كيخلينا نتسائلوا حول الظروف التي يتم فيها تقديم هذه الفئة واستنطاقها وأيضا متابعتها، وهنا غنجيو لما يسمى بـ 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 بالمحاكمة عن بعد، وإلى أي حد يعني تعتبر هذه المحاكمة عن بعد، هي كإجراء يعني ناجع من الإجراءات اللي قدرنا فعلا أننا نوفر بها ضمانات المحاكمة العادلة. بطبيعة الحال أنتم كتعرفوا بأنه في المحاكمة عن بعد إحنا دابا غير مجتمعين في واحد الندوة يعني عن بعد، وكيبان بأنه كاين واحد المجموعة ديال الإكراهات التقنية اللي بعض المرات الصوت كينقطع إلى غير ذلك، بعض المرات الصورة كتمشي، فما بالك يعني بواحد المتهم اللي هو متابع بواحد الجنحة معينة وكيتم يعني اثناء الاستماع ليه او لا يحرم بعد اولا من استماع الدفاع ديالو، ما كتكون فيها مساس يعني بواحد الاجراءات كثيره اللي هي كتعطي او لا كتعطي لديك من مقومات المحاكمه العادله، فيها طبعا فيها حتى مساس مبدئي الحضوريه والعلنيه، فيها كذلك انه يحرم من سماع المرافعه ديال الدفاع ديالو، فيها كذلك حتى الحرمان ديال القاضي اللي عادة أو لا في الأصل هو أن الصميم القناعة ديالو أو الاقتناع ديالو هو واحد المحدد مهم في النطق بالأحكام، وبالتالي ذاك التأثير الوجداني سواء من طرف المحامي على القاضي أو من طرف المتهم، بمعنى هنا كيكون سؤال ويحرم المتهم من مجموعة من يعني مجموعة من الضمانات اللي يمكن لها فعلا تعطي واحد الحكم اللي هو عادل تجاه يعني ذاك المتهم. بالإضافة إلى أنه إحنا كنا كنعرفوا بأن المقومات ديال الأمن القضائي بالدرجة الأولى هو احترامها للقانون، يعني بواحد الشكل كبير يعني الاحترام ديال القانون وسيادة القانون، وفي نفس الوقت جودة الأحكام، وبالتالي استعمال هاد التقنية ديال المحاكمة عن بعد يمس بواحد الشكل كبير بجودة الأحكام. وهنا يعني كيطرح السؤال ديال استقلال القضاء والنجاعة ديال القضاء بطبيعة الحال، وحق المتهم في أن يتم النظر في قضيته بواحد الاهتمام كبير ومراعاة يعني المجموعة من هذه الأمور. كذلك الدفاع في مثل هذه الحالات او لا حس يعني بواحد المساس ديال واحد الحق مقدس بطبيعة الحال. غادي نرجع لك الأخت نبيلة. أخت نبيلة مشى الصوت، غادي نرجع لك. الأخ زهري طبعا كيمكن لك تتفاعل مع أي نقطة من هذه النقاط، ولكن بغيتك تشاركني في واحد الهموم تطوق الزاوية من اش كنظرنا للأمور. غادي تلاحظ بأنه أغلب الناس اللي ما كينضبطوش، كتسمعني السي زهري ياك؟ الصوت ما كاينش الصوت. الأخ زهري بغيتك تشاركني في بعض الهموم اللي هي كتطوق الزاوية من اش كنظرنا للأمور. إلا لاحظتي أن جزء كبير بالإضافة لما جاء في الكلام ديالكم قبل وديال الأساتذة بجوج، المسألة ديال عدم الانضباط. هذا عدم الانضباط ما غنرجعوش للتمثلات وكذا، ولكن كنرجعوا لواحد الواقع اللي هو معيش، اللي هو أغلب الناس عايشين في غرفة صغيرة أو دار صغيرة أو كذا.
هذا كيحيلنا لواحد الحق اللي هو دائما إذا كان الحقوق المدنية والسياسية كتطرح أولا، ففي ظل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية دائما السكن كيتحط هو الأخر من بعد البيئة، أحيانا من بعد البيئة السكن. هذا الحق في السكن كيمكن إلا بغيتي يا سي الزهري أنه تركز لنا عليه شوية، لأنه كيف ما كان الحال ما يسمى بسياسة المدينة، ما يسمى طبعا كتعرف مورا 20 جوا 81 أنه كان الراحل الحسن الثاني قرر يمزق جميع تصميمات ديال التهيئة والتصميمات المديرية على أساس أنه تبدأ واحد الاستراتيجية ديال التعمير وديال السكن ديال العمران بشكل اللي هو حضاري، تولي المدينة بفهمها لا سيتي بمعنى كمجال ثقافي إلى آخره، ماشي غير للسكن والحيوط إلى آخره. بغيتك تدوي لنا في هذه النقطة إلى جات على خاطرك، ومن حقك أنه تدوي في جميع النقاط. الصوت ما كاينش الإخوان. الصوت شوف الصوت عندك. الصوت اش غنديرو؟ نشوف نرجع ل سي صغا سي الغالي سمعتيني؟ كيمكن تفاعل بما صوبنا الخلل، تفضل يمكن لك تفاعل مع هذا الشيء اللي قلنا قبيله وقالت الاستاذه. فكنظن على ان كاين واحد النقطه اساسيه اللي يجب ان ننتبه لها، هي التغير في السلوك اليومي ديال المواطنين بشكل عام. الان هناك موجه على الصعيد الدولي اللي كتحاول تغير بزاف ديال الحوايج وتدفعنا كاملين سكون ابيل لو ترافاي ا ديستونس. الان كل شيء غادي في الاتجاه ديال يمكن تخدم من دارك، يمكن تبعاد، المحاكمه عن بعد، الاشتغال عن بعد، الفضاءات، حتى الفضاءات ديال المكاتب الاشتغال واحد الوقيته يمكن في التسعينات ولينا كنهضروا على الاوبن اوفيس والمكاتب مفتوحه، الان مع هذه الجائحه ولينا رجعنا للعزل والمكاتب المغلقه. كاين مجموعه ديال المتغيرات اللي خصنا ننتبهوا لها واللي غادي تاثر على السلوك ديالنا. كتاثر على السلوك ديالنا لا من خلال التمثلات ديالنا للعمل، لا من خلال الاشتغال ديالنا ولا في بعض المهن. وهنا في كتجي الاساس والاهم ديال بناء المؤسسات. فمثلا فاش قبيله كان الحديث حول المحاكمه عن بعد. المحاكمه عن بعد يمكن تكون ذات جدوى وتكون عندها اهميه كبيره الا كانت عندنا ثقه في هذه المنظومه ككل. مثلا انا كمحامي ساتخابر مع واحد ديالي ديال متهم، ما هي مصداقيه ان داكشي اللي غنقول ليه ما غيسمعوش واحد اخر؟ مع العلم حنا عارفين الاجهزه كيفاش كتشتغل. المعطيات الشخصيه في غياب هذه الثقه، المعطيات الشخصيه ولا حتى في الحديث. انا كنهضر مع متهم في قضيته، كنهضر معاه في شي حاجه اللي بيني وبينه، هو في السجن كيهضر في التليفون ديال السجن، شنو هي الضمانه اللي عندي ان ما كاينش واحد يتصنت سر المهني؟ طبعا لان كاين بزاف ديال الحوايج اللي خص ضمانات قويه وخص تكون بالفعل ثقه، مستوى الثقه خص يكون مرتفع ما بيننا كمواطنين وما بين الدوله كدوله. وحتى قبيله فاش كتهضر على الانضباط وعلى بزاف ديال الحوايج، هذا الانضباط ناتج على ان الخطاب اللي مشات به الدوله خطاب ماشي ديال الاطمئنان، لان الفيكتور، لان الخطاب خصو ان فيكتور. الفيكتور اللي كيمثل الخطاب ديال الدوله هو القيد اللي اصلا ما كيتيقش فيه المواطن، لانه عنصر ديال القمع وديال الضبط وديال بزاف ديال الحوايج. فاش كيجي هذا العنصر وكنعطيه الامكانيه من اجل التحسيس انني نجلس في الدار ما كنتفاعلش معاه، لان علاقتي معاه متوتره طيله السنه. وحتى المنتخب راه هذاك الشيء اللي كاين هاد لا ريزيستونس قويه. طبعا المنتخبين كلشي تقول لك انا هذا الفيكتور حتى هما نفس الوضع. راه مثلا الا خدينا الامثله اللي نجحت، الا خدينا الصين كمثال يقدروا ينجحوا ويطوقوا، ولا نيت الفيتنام ولا في كوريا، الدور اللي لعبوا لجان ديال الاحياء الشعبيه لعبوا دور كبير جدا، ان في كل حي كاينه لجنه هي اللي كانت مسؤوله على الاغلاق ديال الاحياء، هي اللي كانت تهضر مع المواطنين، هي اللي كانت تشتغل معاهم بالفعل انهم قدروا يعزلوا الاحياء. مثلا خدينا المثال ديال فنزويلا، الكومباتريوتوس يعني الاصدقاء تشافيز
هما اللي تقريبا 16 مليون شخص هما اللي هبطوا للشارع، هما اللي كانوا يهضروا مع الناس باش جلسوا في ديورهم باش قدروا يغلقوا الاحياء. تجربه مثلا في كوبا، الحوار مع المواطنين تكلفوا بها الطلبه ديال كليه الطب وديال علم الاجتماع، ان الطلبه هما اللي هبطوا كيتحاوروا مع المواطنين، خاصه الكليه ديال الطب والاداب، يعني هادو هما لي فيكتور اللي كانوا كيصيفطوا لي ميساج للناس. حنا مع الاسف الدوله اخطات في لو فيكتور اللي كيوصل الميساج. هذاك الشيء علاش كانت هاد لا ريزيستونس. ثانيا اننا فاش كنهضروا على هضرتي قبيله على الهشاشه وهذا، فالرقم اللي خصو يسالنا بشكل كبير جدا، كيفاش بين عشيه وضحاها لقينا 20 مليون مغربي محتاج للمساعده. هذه واحد ربع سنين كنظن في احدى خطابات رئيس الدوله كنهضر على 12 مليون على الرماد واللي غيستافد من الرماد واللي وضعهم هش واللي كيعانوا من الفقر، كان الرقم ديال 12 مليون. كيفاش خلال ربع سنين دزنا من 12 مليون ل 20 مليون ديال الناس اللي محتاجه المساعدات؟ 20 مليون رقم ماشي سهل، لي دو تيار تقريبا ديال المواطنين لقاو راسهم ما بين يومين ما بين يومين. كي سمعنا ما عرفتش السي زهري ما كنسمعك هادشي. اذا انا يا سمحتي سي عزيز باش نديرو شويه توازن، الله يحفظك ماشي مشكل، وسمح لي سمح لينا حنا كنوبوا على بعضياتنا. سي زهري واخا ما كنشوفوكش الصوت ديالك مزيان، كيمكن لك ما عرفتش سمعتي السؤال ديالي السابق؟ ما عرفتش انا نعاود ندير هاد القضيه ناكتيفي هادي ونعاود نديزاكتيفي نشوف دابا واش دابا مزيان الصوره ما كايناش. كاينه ارد غير تكلم ماشي مشكل، غير يمكن لك تكلم ياك بس ماشي مشكل بالنسبه للصوره. لا قلت على ان كان لابد شوف بلاتي شوف الريجي كيطلبوا منك خصك تطلع الصوره، راه ما كيحاولوا. بالنسبة للأستاذة نبيلة طفي عاود طفي وخرج وعاود دخل من بعد هذا الشيء اللي غندير. أستاذة نبيلة أثار الأستاذ نعم. دكتور عزيز الغالي أثار واحد عدم الثقة لا في رجال السلطة ولا في المنتخبين، وأعتقد هذا المشكل الوساطة لا المدنيه ولا السياسيه تطرح الان تطرح هذا المشكل، لانه كيف ما كان الحال مشكل الوساطه مطروح بالحاح بايجاز كيمكن تفاعلي مع هذه النقطه هذه، شنو رايك؟ بطبيعه الحال حنا كنقولوا بان زعما من الواضح لانه يعني لطالما كان النضال من اجل المطالبه بسلطة قضائية مستقلة بالدرجة الأولى، قضاء مستقل وقاضي مستقل، هذا من شأنه أنه يعني يعطي واحد أو يبني واحد الثقة ما بين المواطن وبين مؤسسة القضاء. يعني من اللي قال الأستاذ اللي قبل مني بأنه فعلا شنو اللي غيضمن بأن مخابرتي مع الموكل ديالي عبر الهاتف ما غاديش يتم التنصت لها، خصوصا يعني ملي كتكون القضايا في التنصت يعني في القضايا ديال الرأي او القضايا ديال الاعتقالات السياسيه بالدرجه الاولى، اما حتى القضايا العاديه زعما ما كيكونش فيها هذا الاشكال مطروح، ولكن مجموعه من القضايا اللي هي مرتبطه بالرأي بالدرجه الاولى او بموقف سياسي اللي كتكون هذه المساله مطروحه فيها، لان فعلا المواطن المغربي عارف بان او لا هو عنده واحد التمثل بان السلطه القضائيه او لا القضاء او لا كل الممثلين ديال السلطه ما كاينش واحد الاستقلاليه اللي غادي تضمن لذاك الانسان يعني واحد المحاكمه عادله بالدرجه الاولى، وهذه الاجراءات كلها المسطريه كيضمن بانها غادي تدوز في واحد الاريحيه في واحد الاحترام تام العلاقه ما بين الدفاع وما بين الموكل ديالو. هذه مساله مطروحه بطبيعه الحال. هنا ملي كنهضروا مثلا على الامن القضائي، هو من المفروض انه يكون او يتم بناء واحد رابط ديال الثقه ما بين المواطن وما بين المؤسسات. للاسف تم الاخلاف ديال هذه المساله يعني في العديد من المحطات، من بينها حتى هذه المحطه الاخيره ديال انه الوقت، وهنا غنختلف معاه لان المساله
لا ترتبط فقط بان واحد عدم الثقه او لا عدم الثقه في الـ في الـ في القائد مثلا، كيفاش انا ما كنثقش في ممثل السلطه في منطقه معينه وبالتالي لن امتثل لهذا الامر. لا، الامر اكبر من ذلك، الامر مرتبط بمسائل اللي هي معيشيه، انه واحد الانسان لقى راسه بين ليله وضحاها انه بدون مورد رزق وخصو يخرج يقلب عليه، لان الدوله ما دارتش الخدمه ديالها في انها تغطي هذه المساله، وحتى ملي بدات كتغطيها كتغطيها بواحد المنح اللي هي هزيله جدا مقارنه مع الغلاء ديال الاسعار ومع الوضع الاقتصادي كيفاش داير. هذا من جهه، يعني من جهه اخرى بان هذه المساله ما مرتبطه حتى في التعاطي او التطبيق لهذوك السلطات العموميه التي اوكل اليها بموجب هذين المرسومين انهم يعملوا على 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 تنزيل هذه التدابير ديال الاحترام ديال القانون الاجراءات الطوارئ الصحيه. هنا كيفاش هاد المسؤولين ديال السلطه كيفاش ولاو كيتعاملوا، وهنا اطرحت ديك المساله واللي بانت بشكل كبير على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي اللي ولينا كنشوفوا فيهم يعني صور ديال الممثلين ديال السلطه اللي كيصفعوا المواطنين، اللي كيعنفوهم لفظيا وكيعنفوهم جسديا، وبالتالي ما كاينش هناك واحد التعاطي ديال المؤسسات القضائيه بواحد الشكل جدي بواحد الجديه كبيره اللي ممكن تبين لنا فعلا بانه هاد المرحله هذه الاستثنائيه هي فرصه لان المواطن يتصالح حتى مع المؤسسات بما فيها المؤسسه القضائيه، بمعنى ما كاينش واحد التعاطي جدي. كنلقاو بانه تتم متابعه ديال المواطنين لخرقهم اجراءات ديال الحجر الصحي بواحد الاعداد مهوله كما قلت سابقا اللي وصلت تقريبا 8000 متابعه، ولكن ما كاينش ما تمش تقديم ديال نماذج ديال المحاكمات ومتابعات لهاد رجال السلطه اللي تسم التدخل ديالهم بواحد الشطات الى غير ذلك. وبالتالي كيفاش غتجي مثلا اليوم ونقول بانه المواطن خاصو يكون يثق في المؤسسه القضائيه؟ بما هو الاشكال هو بنيوي، ولا اعتقد بانه الحل غادي يتم خلال هذه الازمه، لانه حتى مثلا الدوله لم تبين عن حسن نيتها حتى اثناء الازمه، ولولا أدل على ذلك يعني من المشروع بالقانون ديال 2022 أو ما سمي سخرية بكوفيد 2022 اللي حاولوا أنه يمروه داخل هذه الفترة ديال الحجر الصحي. وبالتالي ملي كنقولوا مثلا أنه أن الدولة فعلا إلا بغات تصالح مع المواطن ما كيبانش حتى الملامح ديال هذا الصلح، ما كاينش الملامح الكبرى ديالو من خلال هذا التعاطي كما قلت مع هاد الحالات ديال الشطاط، كذلك من خلال محاولة تمرير بعض القوانين اللي هي يعني ضدا على حرية الرأي وعلى المواثيق الدولية وعلى الدستور إلى غير ذلك، بالإضافة إلى مجموعة يعني من الأشياء اللي مرتبطة حتى بالتعاطي بجدية مع الشكايات المواطنين في الاستفادة ديالهم من هاد المنح اللي هي هزيلة إلى غير ذلك. أستاذة نبيلة شكرا. بقى لنا واحد 7 دقائق غادي نقسموها، بعدا نعطيو فيها واحد الوقت الحيز سي زهري ما تمكنش باش ما نحرموش ديمقراطيا. اذا سي زهري تفضل وتفاعل مع جميع ما راج لانه باش نربحوا شويه الوقت. تفضل. اولا لابد ما نوضح واحد الامر، حنا ماشي كنتوفروا على من اكفس الدساتير العالم ابدا، حتى باش نكونوا منصفين للجميع. حنايا في العصبه المغربيه للدفاع عن الانسان، استاذ عزيز يعرف ذلك، بانه ما زلنا لحد الان نعترف ونقر بان الدستور الحالي دستور غير ديمقراطي، يحتاج للتجويد والتعديل. كل واحد منا مثلا ما يمكنش نقارن الوضع ديالي انا بوضع كوريا الشماليه او حتى وضع فنزويلا او حتى اوضاع في دول اخرى في العالم. لهذا محتاجين الى ضروره تعديل هذا الدستور، الى ضروره تنصيص بشكل صريح وواضح على الفصل الحقيقي ما بين السلطات. محتاجين كذلك الى تفعيل مقتضيات الدستور. غير على الاقل كنقولوا اليوم حنا في المنظمات الحقوقيه على ضروره تنفيذ مقتضيات الباب الثاني من الفصل 19 الى الفصل 40 المتعلق بالحقوق الاساسيه. لحد الآن ما زال هناك اعتداء على السلامة البدنية، لحد الآن هناك توظيف للقضاء في تصفية الحسابات مع كل المخالفين للسلطة القائمة الذين ينتقدونها ويوجهون إليها النقد ويتابعون أمرها بوجهة نظر
إذن هذا أمر يجب أن نؤكد عليه. فيما يتعلق بما راجع في النقاش، حنا صحيح أن كما قلت أنه قعت مفاجأة بالنسبة للفاعل الحكومي على مستوى القطاع المباشر أو الوصي بشكل مباشر اللي هو وزارة الصحة والجانب اللوجستيك، والأستاذ عزيز بحكم اختصاصه في الموضوع تحدث بالأرقام وكان شافيا في العديد من الأرقام التي قدمها في هذا الاتجاه، ولكن كذلك المشرع لم يكن في المستوى، رغم أن الحكومة تدخلت طبقا لمقتضيات الفصل 81 من الدستور وأصدرت مرسوم بقانون بإحالته على اللجنتين المعنيتين بمجلس النواب ومجلس المستشارين لينشر على أساس إعادة مناقشته بعد استئناف البرلمان لأشغاله خلال الدورة الربيعية، إلى حدود الآن هذا المشروع قانون بمرسوم الذي أصبح لم تتم المصادقة عليه، وهذه أسئلة تطرح بالرجوع إلى المشروع بالرجوع إلى المرسوم بقانون وب 292 وبالرجوع كذلك إلى المرسوم التنظيمي الذي صدر تفعيلا له 293، سنجد على أنه المقاربة للوضع كانت مقاربة استبدادية ومقاربة تحاول أن تقيد الحريات، حالة الطوارئ فيها تقييد الحريات، ولكن انتقلت من مرحلة التقييد إلى مرحلة الاعتداء، وهنا تكمل الخطورة. عندما ننتقل من مرحلة التقييد المنظم بقانون إلى مرحلة الاعتداء، هنا كان يدخل الفاعل الحقوقي تقول بأنه بالفعل وقعت أخطاء وانتهاكات وتجاوزات مست السلامة البدنية للمواطنات والمواطنين، واعتدت على حقهم في العيش الكريم، وتم في العديد من المتابعات كانت متابعات خارج القانون، لأنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال من إصدار قرار ديال إلزامية الكمامات ومن بعد الكمامات غير موجودة في السوق، والذي كان خارج لشراء أو للبحث وهي غير موجودة في السوق على الكمامات تم اعتقاله، وتم أحيانا متابعته وأحيانا أخرى وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية. إذن هذه الأمور في حد ذاتها تبين نوع من الارتباك الذي حصل لدى فاعلين متعددين الجانب القضائي والجانب الحكومي وعلى مستوى المؤسسة التشريعية. لهذا السؤال، الأسئلة التي طرحتها خصني نوضح هذا الجانب، وقلت بأنه كيف يمكن لنا أن نأتي فجأة ونطلب من مواطنين كانوا يعتمدون على قوتهم اليومي في المعيش خروج من البحث عن مورد لصرفه في اليوم الموالي، جينا وقلنا لهم انتم غادي تبقوا تخضعوا للحجر الصحي. طيب وشنو البديل؟ البديل هو انه النشاط الغير المهيكل تم يعني الاعتداء عليه، ولاحظنا بانه الدعم اللي تخصص هذا الجانب دعم يعني هزيل وهزيل جدا، لان ما يمكنش ليا انا كان دائما كنعطي هذا المثال ديال الاسره ديال اربعه اشخاص اللي استفدت على كيف قالوا وتجاوزا نقولوا انه وصلها الدعم ديال 1200 درهم. هاد أربعة الأشخاص إذا قسمنا هذيك 1400 درهم 1200 درهم عفوا على شهرين، غلقوا بأنها 600 درهم لكل شهر، غلقوا بأنها 5 دراهم لكل فرد عائلة ديال الأربعة. واش 5 درهم غادي تعيش مواطن اليوم المغرب؟ إذا جينا فرضنا الحجر الصحي بدون أن نوفر البديل على مستويات أخرى. هاد الشيء اللي كيأكد بالفعل أنه كان هناك مزاجية ولم تستحضر الدولة هذا البعد الاجتماعي. كنجيو العمليه ديال التباعد، حنا اليوم درنا اعاده الاسكان بمدينه تمارا لواحد العدد كبير من الدوابر اللي كانت هنا في الصفيح، بمعنى 3700 اسره كانت تقطن في الصفيح، مشات في اقل من 8 ديال الهكتارات، مساحه اقل من 8 الهكتارات 3700 اسره، الى عملنا المعدل ديال العدد ديال هذه الاسره اللي هو الاب والام واربعه الاطفال، وهذا الشيء غير موجود لان هناك اكثر، كنكونوا كنتكلموا على 24 ألف نسمة تتحرك في 8 هكتارات في شقق كتراوح المساحة ديالها ما بين 48 و 52 متر مربع. إذن فينا هو عملية ديال احترام التباعد الاجتماعي؟ المسؤولية هنا لا يتحملها المواطن ولكن تتحملها الدولة التي لم تستحضر أن
هناك أخطار داهمة قد تأتي اليوم أو غدا مثل هذه الجائحة. إذا لابد من أن نفكر جيدا في إعادة النظر في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية وفي السياسات العمومية المتبعة على هذا المستوى، باستحضار أولوية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتنصيص عليها دستوريا بصيغة الإلزام والوجوبية وليس بصيغة الاختيار أو التهيئ إلى مرحلة ديال التخلي التدريجي للدولة عن هذه الحقوق. بمعنى أنه قلنا في لحظات سابقة. نعم مرحبا. هل يحتاج الأمر إلى لم أخذ بلاتي أنا أعطيك السؤال باش تكمل. أنا أعطيك السؤال باش تكمل. مرحبا. هل الأمر لأنه خاص تصفيات البيئة الحقوقية وخاص تهيئ، واش يحتاج الأمر إلى تعاقد جديد في هذا المجال؟ لأنه كاين تمثلات، كاين تراكمات، ومن بعد غيتبعك سي عزيز ومن بعد أستاذة نبيلة جواب على نفسه ونختمه إن شاء الله. تفضل. أنا من وجهة نظري الخاصة، لو كنا بالفعل أمام جهات تحترم وتؤتمن لمضامين التعاقدات لقلت لأجبتك بصريح العبارة نعم، ولكنني أؤكد بالجزم اليقين على أن مالك صورة القرار في هذا البلد لا تتوفر لهم الإرادة السياسية لإنجاح أي تعاقدات يمكن أن تخدم الوطن، بل بالعكس من ذلك هم يعتمدون ثقافة المناورة والحربائية ومحاولة ربح الوقت وتمديد الأزمات، تمديد عمر الأزمات، مما يعني ويؤكد على أنه في لحظات تاريخية كانت هناك توفرت بعض نيات سليمة وبعض الإرادات من أجل أن يكون هذا التعاقد، وكنا سنختصر على الأقل عقدين من الزمن، كان من الممكن أنه بعد هيئة تحكيم مستقلة وعلى الأقل هيئة إنصاف والمصالحة أو تقرير الخمسينية أن لجا مرحلة تعاقد حول بناء وطن حقيقي صلب تحترم فيه حقوق الإنسان، تتحقق فيه كرامة المواطن، تسود فيه عدالة اجتماعية، تصان فيه الحريات، يحترم فيه المسؤول المواطنين، يكون فيه القضاء لحماية الحقوق والحريات، ولكننا ضيعنا فرص لأنه كما قلت لا تتوفر بشكل قطعي النية لدى مالك صورة القرار من أجل إنجاح هذا النوع من التعاقدات التي يمكن أن تخدم الوطن. يهدف المسؤولية يتحملونها هم الذين يضيعون فرص ووقت حول للوطن بخصوص التنمية وبخصوص تحسين الأوضاع الاجتماعية وبخصوص تغيير ديال الوضع القائم. شكرا على المقاربة ديالك الحقوقية الأستاذ زهري. الأستاذ عزيز الغالي، هذه المسألة ديال أشنو هي الدروس اللي ممكن نستخلصوا في العلاقة مع السؤال اللي عطيت للسي زهري أيضا، أشنو هي الدروس اللي ممكن نستخلصوا لا كطيف حقوقي ولا كدولة في العلاقة مع المسؤولية الاجتماعية دائما؟ تفضل ما كاينش الوقت بزاف. تعلق تعليق ديال الزهري لا بسرعة، لأن فاش هضرت أنا على أن الدستور المغربي من أكفس الدساتير، أنا هضرت على الحق في الصحة، في مجال الحق في الصحة من هو دستور متخلف اعتبار على أن الدولة ما نو غارونتي با. وبما أن الرفيق الزهري جبد فينيزويلا، نعطيه مثال ديال الدستور الفينيزويلي. الدستور ديال فينيزويلا في ليزارتيكل الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الفصل 31 كيهضر بصريح العبارة، تيقول لك على أن أي شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة الدولة تلتزم بتوفير له سائر الوسائل حتى يعيش حياته مستقلا وبكرامة. كم كتب له تكست. الفصل 82 تقول لك على أن الدولة ملزمة لتوفير السكن اللائق لكل شخص مع إعطاء الأسبقية للعائلات. الفصل 83 تقول لك أن الصحة حق من حقوق الإنسان، وعلى دولة فنزويلا العمل من أجل توفير هذا الحق لكل الفنزويليين. في الفصل 84 تتجاوز انه كحق مطلق، وتقول لك ان في الدستور ديال فنزويلا ان الدوله فنزويلا مجبره من اجل منظومه صحيه بارتيسيباتيف تضمن الحق في الصحه للجميع. فقط باش نشرحوا فنزويلا كيدير الدستور ديالها، ولا بغيتوا ندير كوريا الشماليه والجنوبيه تما نقول لك يلا دخل الصحه والحق في الصحه. سي الغالي يلا دخل الموضوع ديالك. فيما يتعلق بالدروس المستخلصه، الدروس المستخلصه اظن على ان المدخل باش نهضروا على الدروس المستخلصه وكيفاش تشتغل كتبدا من انفراج حقوقي. انفراج حقوقي يبدأ من إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين في المغرب. بدون إطلاق سراح المعتقلين السياسيين في المغرب ما يمكنش نهضروا على انفراج حقوقي ولا الدروس المستخلصة. إن باش نوصلوا
كيفاش يمكننا نتعاملوا، خص الاجواء تكون صافيه، الصفاء ديال هذه الاجواء تنطلق من خلال اطلاق سراح المعتقلين السياسيين. نقطه اخرى فيما يتعلق بالحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه، اظن لان جاء الوقت باش تاخذ المكانه ديالها، خاصه المساله ديال الحمايه الاجتماعيه. فاش كنهضر على 20 مليون ديال المغاربه بين عشيه وضحاها ما لقاوش ما ياكلوا، باش نهضروا بصريح العباره، اذا خصنا حمايه اجتماعيه اللي كتوفر كاع هاد الحقوق. ما يمكنش نبقاو باقين قابلين هاد النسبه ديال تقريبا 68% ديال المغاربه ما عندهمش حاجه سميتها لا روتريت، ما عندهمش حمايه اجتماعيه. ما يمكنش نبقاو قابلين ان اكثر من 50% ما عندهمش تغطيه صحيه. ما يمكنش نبقاو قابلين على ان واحد 5 مليون كيعيشوا بقل من دولار ونصف النهار. ما يمكنش نبقاو قابلين ان 45% ديال الاقتصاد الوطني هو اقتصاد غير مهيكل. هاد لانفورميل هاد 45% خصها تهبط. ما يمكنش نبقاو قابلين ان عندنا 81% نسبه اندماج الاقتصاد الوطني بالاقتصاد الدولي واصل 81%، بمعنى ما عندنا استقلاليه ديال القرار الاقتصادي في البلاد. هذه كامله مداخل. كذلك ما يمكنش نقبلوا ان لانديس دو جيني المتعلق بالانيغاليتي في المغرب واصل 48-47%، في حين ان في الجزائر 36 وفي تونس 25. هذا لانديس دو جيني الذي يقيس لي زينيغاليتي في لي روفوني خصو ينخفض. ما يمكنش نقبلوا على ان 57% ديال الانفاق ديال الصحه كيخرج من الجيوب ديال المواطنين، في حين ان منظمه الصحه العالميه كتقول لك الانفاق ما خصوش يتجاوز 20%. راه حنا حمد الثانيين من ناحيه الانفاق الاوت اوف بوكيت، الكوت ديفوار هما الاولين ب 64%، تبعهم كنظن واحد الوقيته كانت نيجيريا، وتبعهم المغرب ب 57%. خصنا نهبطوا من 57 ل 20%، لان الصحه في المغرب اصبحت اداه من ادوات تفقير المواطنين. هناك ترونش كبيره المواطنين يسقطون في الفقر نتيجه لوضعهم الصحي. فاش كيمرض الاب ديال العائله وما كيلقاش باش يداوى، كيكون مضطر باش يبيع الحوايج اللي في الدار. الناس اللي كيداووا من الكونسير راه كيبيعوا حوايجهم باش يداووا، وفاش كيبراو ما كيلقاوش ما ياكلوا. شكرا الاخت نبيله جلال. اذا شكرا. بطبيعه الحال ما غاديش نضيف داكشي اللي قالوا الاساتذه قبل مني، خصوصا فيما يتعلق بان الانفراج بالاساس هو مرتبط بان الدوله تبين على حسن نيتها وتطلق سراح جميع المعتقلين السياسيين، لكن هذا من جهه. من جهه اخرى انه في الحقيقه الدوله خصها شويه تنزل من ذاك البرج العاجي ديالها وتحاول انها تعطي، يعني تحاول انها تجلس وفعلا يتم صياغه واحد البرنامج اللي هو يعني اللي يكون فيه الاساسي، او اللي هو مثلا يكون بالاساسي هو معتمد على اصلاح التعليم والصحه والجانب الاجتماعي والجانب الاقتصادي، لان التداعيات ديال هذا الفيروس ديال كورونا بينات بانه فعلا فالدوله لمس لهذا الوقت هذا اللي الدوله مثلا بان فيها هذا الخصاص وهذا الثغرات بشكل كبير، وهو نفس الوقت اللي ما بقاش ممكن المسؤولين يخرجوا ويداووا برا بالنظر لان هذه الكارثه هي عالميه. اذا هنا خاص على الاقل الدوله تشوف زعما راسها في المرايه وتعاود تحاول اعاده بناء واعاده اصلاح هذه المجالات هذه. من جهه اخرى كاين هناك مساله اللي هي مطروحه حتى على الجمعيات الحقوقيه والاحزاب السياسيه التقدميه من اجل تدبير ما هو مشترك وصياغة واحد التصور اللي هو حقيقي اللي يتم تقديمه للدولة، خصوصا أنه حاليا كنا كنهضروا على نموذج تنموي اللي هو تبين بأنه ما كاينش ما بقاش يعني يستجيب، خصوصا ما بقاش المعايير أولا كيفاش الدار او الشكل كيفاش تبلور ما بقاش كيجاوب على التساؤلات في ظل هذه الاشكالات الكثيره اللي بانت واللي ظهرت مع التفشي ديال فيروس كورونا. وبالتالي غادي يكون من بعد واحد اللبنات ديال مشروع تنموي جديد اللي فعلا خاص الجمعيات الحقوقيه والاحزاب التقدميه انهم يصوغوا واحد البرنامج حقيقي اللي يتناولوا فيه هذه المسائل. كاينه مساله اخرى، الدوله ما بيناتش على حسن النيه ديالها، خصوصا انه كانوا بزاف ديال من الحركه الحقوقيه كيقولوا انه ربما هذا الوضع هذا ديال التفشي ديال هذا الفيروس وهذه الثغرات اللي بانت وهذه الاشكالات كلها اللي بانت خلاله انه ربما الدوله تعيد قراءه هذه الامور من زاويه اخرى وهي بنفسها تقدم
ومن اجل الاصلاح وتبين على حسن النيه ديالها، وانها تستثمر بالانسان في الدرجه الاولى، لا في مجال التعليم ولا في الصحه ولا الجانب الاقتصادي ولا الاجتماعي. ولكن الشكل كيفاش كانت بغات تمرر به ذاك القانون ديال 2022 من اجل حمايه المصالح ديال واحد الفئه معينه، بان بانه ما غاديش يكون ديك الدوله اللي المثاليه بين قوسين اللي حنا كنتسناو انها تنقض، انها ان تنتقد نفسها وتعيد بناء نفسها من بعد هذه الجائحه. وبالتالي هنا المساله مطروحه على هذا التيار التقدمي والحركات حركه المجتمع المدني والحركات الحقوقيه، انها فعلا تبلور واحد الخطه جديده واللي تضغط من اجل انه يتم تبنيها بطبيعه الحال، اللي في هذا الاطار كله انه الا بغات تكون مصالحه حقيقيه راه له بال، راه الاساس وهو اطلاق سراح جميع معتقلي الراي. وشكرا. شكرا للاستاذه نبيله جلال، شكرا لعزيز الغالي، شكرا للاخ محمد زهري. طبعا يلا وقش عقيبات، يلا اخر، يلا تفضل تفضل. لا لا فقط انا فقط من اجل توضيح هذا الامر هذا، قلت عندما قدمت نموذجي اذن مشى الصوت، اذن يبدو إذن ديكونيكتا ممشى، مبقاش متصل. يلا تفضل أسي، كانت سنو فيك رغا نفطرو عندك. قلت على أنه مرحبا، قلت بما أنني أنا قدمت، عندما قدمت نموذجي فنزويلا وكوريا الشمالية، قدمت على مستوى الواقع، على مستوى الملموس. حتى احنا ملي غنجيو الباب الثاني غنهضروا على 11 فصل يتعلق بالحقوق والحريات، ربما إلى ترجمناهم بلغة أخرى وقدمناهم لباحث دستوري أكاديمي يقول لك هذا راه ماشي المغرب، هذه راه جنة العالم. فاحنا كنتكلموا على مستوى الممارسة سي عزيز، الممارسة هي اللي فيها إشكال. صحيح أنه احنا ما كناش كنتكلموا على فقط على الحق في الصحة والحق في الشغل أو الحق في التعليم، نتكلم على الوثيقة الدستورية، هي منظومة دستورية قانونية غير قابلة للتجزئة. إذن عندما نتحدث بهذا الشكل فإننا نؤكد اليوم وكنعاود نؤكد بأن الدستور المغربي دستور غير ديمقراطي محتاج إلى تجويد، ولكن لا يمكن بأي شكل أشكال أن نصنفه ونقول على هكذا 100 أكفاس، بمعنى ما كاينش شي دولة حنايا في هذه المنظومة الأممية ديال 183 أو 185 دولة اللي كاينة في الأمم المتحدة، المغرب هو رقم يعني ما يمكنش. هذه بعض الأمور اللي فيها نوع من عدم إنصاف لما حققته حركة 20 فبراير، فيها عدم إنصاف لما طالبت به الجمعيات الحقوقية، فيها عدم إنصاف للمجموعة من الفاعلين. لولا حركة 20 فبراير ولولا يقظة الجمعيات الحقوقية ولو 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 لما جاء خطاب 9 مارس ليقدم شكلين من أشكال الأعمال التحضيرية للتعديل الدستوري ديال 1 يوليوز 2011 بتاريخ الاستفتاء، و 29 يوليوز 2011 تاريخ النشر في الجريدة الرسمية. لهذا قدمت النموذج، وأنا طبعا من المؤكدين على أنه احنا لابد من نبقاو مستمرين في المطالبة بدستور ديمقراطي شعبي يحترم الإرادة الشعبية مطلبين اساسي. شكرا سي المنوي، ما سخيناش بكم، والنقاش عاد باقي ان شاء الله نعاودو. يبدو انه الاستاذه نبيله جلال والاستاذ عزيز الغالي والاستاذ محمد زهري، انا سعيد جدا بكم لانه ساهمتوا معايا في صناعه واحد اللحظه ديمقراطيه اللي طبعا كانت نوعيه وجديه، كل شيء عبر كيف بغى، وباقي مازال النقاش مفتوح. وكنشكروا الجهه المنظمه اكسبريس تي في اللي وفرت لنا هذه اللحظه كيف قلت ديمقراطيه. واعتقد بانه اليوم 20 ماي ما يمكن الا نتملوا هذا النقاش وهذه الخلاصات والتوجيهات او ما يسمى بالاحالات اللي هي استشرافيه، ونحن نمتح
من ظلال هذه الأجواء، في ظلال روح الفقيد دريس بن زكري اللي اليوم كتحل الذكرى ديالو. وعلى هذه الروح وبهذه الروح أشكركم وأودعكم سيداتي سادتي، إلى فرصة لاحقة إن شاء الله. شكرا. شكرا.